والله بعد اشوف الناس انت تشوفوه نقعد من الساعة 4 الصبح بس 7 الصبح نطلع على شغلنا، لا راتب رعاية لا راتب على الطلبة الطالب كل شيء ماكو. يرد طلع يوميا ها؟ ما شرط 2000 دينار 3000 دينار واطلع احد الله يشكره. اجل هناي ماكو. تكفيكم هذه؟ وين تكفي؟ حق المسواق ثلاث شدات كرافس ب 1000 دينار، ايش تكفيني؟ شنو شغلك بالضبط؟ هنا عربانة عربانة حماميل. الا حماماتكم الحكومة. ما اريد كل شيء احنا بس يطلعون رواتب كل شيء مرين كافي بزعنا 48 سنه عمري يعني اشتغل حمال وصير هذه لا راتب رعايه لا راتب طالب بطاله كل هاي داري عليها اشوفهم صاحب عوائل وبطالين لا يطلع له 3000 لو ما يطلع يومين زين شيء ثاني يعني نسوان بالقديمه ينظفون يسوون وها كله شباب صاحب عوائل لحق عليها لا شغله لا عمله ليش؟ شنو السبب هاي؟ شنو السبب؟ سبب هذه يا اخويا نحن حمامين هنا تعال كله حمامين وصاحب عوائل داق عليها قاعد 250 بالشهر من جاب له العربانه والله العظيم 250 تشتغل هنا حمال اشتغل على باب الله ماكو شغل هم ماكو قد يطلع لك يوميا والله عليه في 2000 يطلع لنا نوبات ماكو نحن شفنا كل التحمامين قاعدين هنا صاحبين ايجارات يعني خير ما بينا ما يطلع 3000 3000 ايش تعيشوا؟ اطلع منه ايجار، اطلع مصرف البيت. نشتغل 3000 4000 ندرس شلون نروح. لا جت منظمات، هاي منظمات كلها شغلوها. سجلنا هنا يوميا دزلنا زدنا فايل هنا وما يطلع اسمنا، زدت فايل هنا وما يطلع اسمنا. انا نطالب الحكومه ندير بالها على الناس، خاصه مناطق الايمن الموصل، الموصل تعبان حيل.